تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صباح الخير وصباح التفاؤل وصباح يومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعين الأعزاء، دائما الشعور بالسعادة والشعور بأيضا التفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب مستمعينا الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامج هذا اليوم، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معايا، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة لخد نجاة السويدي، وفي الإخراج ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ النمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بزميلتي الأخت آمنة آل علي. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح الخير. صباح النور والسعادة. مستمعين الأعزاء، ناخذ أو نستعرض فقراتنا لهذا اليوم. عندنا طبعا دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول على صفحات الهيئة أو الصفحات ذات العلاقة في الشؤون الصحية المختلفة. فقرة التغذية اليوم مستمعين الأعزاء وتحت عنوان أصحاب الأمراض المزمنة والاستعداد للصيام. طبعا تفاصيل هاي الفقرة وتخصيص يعني كل يوم حلقة أو موضوع عن التغذية السليمة والغذاء الصحي، هاي كل التفاصيل عند الأخت آمنة بتخبركم عقب أكثر عنها. الفقرة الثانية أو الأخيرة بتكون اليوم أيضا يعني تحت نفس العنوان بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة والصيام، بتكون معي ضيفة الدكتورة عايشة سلطان العلماء، طبيب أخصائي ورئيس شعبة الأمراض غير المعدية بالإنابة بهيئة الصحة بدبي. بنتحدث معها عن كيف يكون استعداد أصحاب الأمراض المزمنة لصيام شهر رمضان المبارك. ومثل ما تعرفون مستمعينا أن أصحاب الأمراض المزمنة اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة سواء أمراض أو داء السكري أو كل ما يتعلق بأمراض الكلى أو القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو الأمور الأخرى، يحتاجون إلى بعض الاهتمام وبعض الاستعداد لشهر رمضان المبارك على أساس أن صيامهم يكون صيام صحي وصيام سليم وصيام خالي من المشاكل الصحية. طبعا بنتكلم أكثر حول هذا الموضوع مع الدكتورة عائشة سلطان العلماء، وبإمكانكم دائما مستمعينا التواصل معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، ودائما مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صباحكم الله بالنور والسرور في عز وعليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. ليش اليوم شي مستعيلة؟ وين الطاقة الإيجابية؟ وين يوم الأحد اللي يحبك الأحد؟ نخلص الشغل قبل رمضان. أعطيك العافية. تفضلي أستاذ أسماء، شو بتعطينا اليوم مستجدات التواصل الاجتماعي؟ من ضمن الأشياء اللي تم وضعها قنوات التواصل الاجتماعي هي حملتنا اللي كانت اللي كان بالتعاون مع دبي القابضة للتبرع بالدم. هي الحملة مستمرة لعدة أشهر، تقريبا 3 أشهر، والأسبوع الماضي خلال عطل أو هذا يعني عطلة نهاية الأسبوع كنا موجودين في منطقة لامر، وهي من المناطق اللي هي الصحة ودبي القابضة يعني يكون موجود فيها باص التبرع بالدم لكل جمهور اللي يعني أحيانا في أشخاص مثلا عضو هذا الأسبوع مركز تبرع بالدم يكون مغلق، فالباصات كلها تكون موجودة على أماكن مختلفة من إمارة دبي.
وما شاء الله يعني الأشخاص كانوا يثيرون يصورون ويحطون على قنوات التواصل الاجتماعي. فنحن دائما تسعدنا الرسائل اللي يعرضون تجاربهم يعني حتى يشجعون الآخرين على أن مثلا على التبرع بالدم. نعم. أيضا ونحن تقريبا كل ما يكون البصم موجود في مكان عام ممكن الجمهور يروحون يتبرعون بالدم نحن دائما نحطه في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا في وايد أسئلة وصلتنا كيف أنا ممكن أي أتبرع بالدم ممكن يتوصلون إيون مركز دبي لتبرع بالدم في خلال أوقات العمل ويقدرون أنهم يتبرعون يقدرون يحصلون كل المعلومات اللي يحتاجونها من خلال مركز الاتصال اللي هو 8342. أيضا من ضمن الأشياء اللي كان يسألون عنها بخصوص تبرع بالدم إذا أخذ اللقاح متى يقدر يتبرع بالدم؟ ممكن يتبرعون بالدم بعد مرور 7 أيام من أخذ لقاح كوفيد 19. من ضمن الأشياء بعد كنا ياسين نحطها في أو اللي وصلتها في قنوات التواصل الاجتماعي بخصوص أن الأشياء اللي كانت موجودة التطعيم دائما أكد على أهمية أخذ موعد مسبق. حتى من ضمن الأشياء اللي وصلتنا أن المركز يفتح الساعة 8 وأنا موعدي الساعة مثلا 2 أقدر أي ساعة 8. نحن دائما ننصح أن الواحد يكون ملتزم بأوقات العمل أو المواعيد لأن هذا يضمن وجود التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي أخذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطية عشان سلامته وسلامة الجميع. فدائما أكد على أهمية الحضور على الموعد. من ضمن الأشياء اللي كانت الأشخاص يسألون عنها بخصوص أوقات العمل في شهر رمضان راح نحط نشرة خاصة فيها كل أوقات العمل لمراكز هيئة الصحة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي بيعرفون أماكن أوقات عمل التطعيمات المراكز الصحية والمستشفيات وغيرها. فهذا كله راح نحطه إن شاء الله استعدادا لشهر الفضيل احتمال يكون باكر احتمال يكون يوم الثلاثاء. فعندك لأن للجميع أيضا أخذ الاحتياطات الاحترازية وأهم شيء إن عدم تبادل الوجبات الغذائية من بيت لبيت. أعرف الأشياء اللي تعودنا عليها في رمضان لكن خلونا هالرمضان ما نسويها عشان يعني تفادي نقل أي عدوى لا سمح الله. نقل هالأشياء كانت قنوات التواصل الاجتماعي ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا جزيلا أختي أسماء الجناحي على هاي المستجدات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي. دائما مستمعينا الأعزاء نحن أيضا يعني نشجع ونضم صوتنا مع الأخت أسماء الجناحي بخصوص موضوع التبرع بالدم. دائما يعني مستمعينا قبل لا نتكلم عن يعني فوائد التبرع بالدم ترى موضوع يعني التبرع بالدم هو يعتبر عمل إنساني نبيل في البداية. طبعا من خلال التبرع بالدم أنت تساعد على إنقاذ حياة إنسان والإنسان هذا يحتاج إلى هذا الدم اللي أنت تتبرع منه. وعلى ذلك أيضا هناك الكثير من الفوائد اللي ممكن الإنسان يستفيد منها من خلال التبرع بالدم. طبعا دائما يعني بعد التبرع بالدم أنت تحس بالكثير من النشاط ويتم أيضا فيها يزيد نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة بشكل مستمر. فبسبب زيادة نشاط النخاع أو نخاع العظم اللي هو أصلا مصنع إنتاج خلايا الدم فبشكل تلقائي تكون عندك زيادة ونشاط في الدورة الدموية في جسمك. فهناك الكثير من الفوائد مستمعينا الأعزاء بالنسبة للتبرع بالدم. فدائما إحنا نشجعكم بالتبرع بالدم لأن دائما تحت عنوان قطرة دم أنت ممكن تنقذ حياة إنسان. نعم طبعا أخوي عبدالله أضم صوتي لصوتك وأحث طبعا أعزائي المستمعين أنهم يتابعون قنوات التواصل الاجتماعي لمعرفة هذه الحملة إلى أين تتجه للمشاركة والمساهمة في التبرع بالدم. وطبعا الحملة جدا جميلة وإحنا سعيدين بحملة هيئة الصحة لهذا العام. حبيت مثل ما ذكرت أخوي عبدالله أن قطرة دم ممكن أن تنقذ حياة. فإحنا نحث المستمعين القادرين اللي عندهم الاستطاعة أنهم يتبرعون بالدم أنهم ما يترددون في التبرع بالدم وكذلك أنهم يتجهون دائما لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي لمعرفة آخر حملاتنا يعني وأيضا أين يتواجد باص التبرع بالدم. نعم
مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة التغذية، وبتعطينا الأخت آمنة آل علي اليوم تفاصيل أن كيف بتكون حلقاتنا إن شاء الله القادمة خلال شهر رمضان المبارك، بنركز على موضوع أهمية التغذية السليمة والغذاء الصحي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء، وأيضا الحديث مع ضيوفنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الثانية اليوم تحت عنوان أصحاب الأمراض المزمنة والاستعداد للصيام، وتفاصيل هذا الموضوع مع آمنة آل علي. طبعا أخوي عبد الله، مع اقتراب شهر رمضان الفضيل إن شاء الله، نحن في برنامج صحة وسعادة ارتئينا أن يكون البرنامج في الشهر الفضيل يتناول التغذية السليمة من عدة جوانب، فإن شاء الله كل يوم سيكون معنا موضوع سنتناول فيه التغذية. طبعا سيتم تخصيص فقرة التغذية يوميا طبعا في برنامج صحة وسعادة للتغذية السليمة في رمضان، وطبعا هذا الموضوع يهم كافة شرائح المجتمع وخاصة المرضى ممن يحتاجون لنصائح غذائية في هذا الشهر. إلا طبعا أخوي عبد الله مثل ما عودنا المستمعين يوم الثلاثاء بنتناول مواضيع كوفيد-19. نعم طبعا، يعني بالإضافة إلى تخصيص هاي الفقرات اختئامنا اللي هي نحن بنخصصها بشكل يومي فقرة التغذية، مثل ما ذكرتي يعني موضوع التغذية السليمة والغذاء الصحي يعتبر جانب مهم مستمعين الأعزاء لحياة الناس بشكل عام، يعني ليس فقط في شهر رمضان المبارك بشكل عام، ولكن نحن يعني خصصنا الحلقات هاي بشكل يومي ما عدا يوم الثلاثاء مثل ما ذكرت الأخت آمنة العلي، لأن هناك مستمعين الأعزاء فئة معينة من أفراد المجتمع مرضى، ويعني عندهم إصابة في يعني عندهم مرض معين ويعتبرون عفوا من الأمراض المزمنة اللي يعني مفروض أنه يستعد بشكل جيد بالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج على أساس أنه يعني يستغل شهر رمضان المبارك استغلال جيد، وأيضا صيامه يكون صيام صحي، وأيضا صيامه يكون صيام يعني خالي من أي مشاكل. طبعا نحن دائما المصابين بالأمراض المزمنة، يعني إذا كان مصاب بداء السكري، إذا كان مصاب ب يعني مشكلة رفع ارتفاع ضغط الدم، أمراض الكلى أو أمراض أخرى، بحيث أنه يعني بشكل يومي على أدوية معينة، فدائما نحن ننصح هذه الفئة من الناس بأنهم يعني يراجعون الفريق الطبي المعالج قبل شهر رمضان المبارك، يعني بأسبوعين أو ثلاث أو بأسبوع، على أساس أنه يتأكد أنه الشخص ممكن أن يصوم شهر رمضان المبارك، وإذا هو كان من الفئة اللي ممكن يصوم فمعنات أنه لازم أنه يعني يتأكد أنه يعني كل الأمور اللي هو يحتاجها على علم وعلى دراية بالنسبة للأدوية، بالنسبة للوجبات، وبالنسبة للتغذية. نرجع ونقول على أساس أنه يصوم، والصيام يكون صيام صحي وخالي من المشاكل. نعم، وطبعا أخوي عبد الله مثل ما ذكرنا أن نحن نتمنى من المستمعين أنهم يتمون يسمعون برنامج صحة وسعادة خلال شهر رمضان، لأن جهزنا لهم فقرات جدا متنوعة سنتناول، يعني مثلا مثل ما ذكرت أخوي عبد الله السكري والصيام، سنتناول أيضا أصحاب الأمراض المزمنة والصيام، سنتناول كبار السن والصيام، كل المواضيع اللي تهم المستمعين، ويمكنهم أيضا التواصل معنا عبر الاسم بس لذكرهم أي مواضيع حابين أن نحن نتناولها أكثر. وطبعا أخوي عبد الله اليوم أيضا لدينا فقرة جميلة جدا، يعني سنتحدث أيضا عن طرق تحسين الذاكرة. هل تتوقع أن هناك طرق ممكن تحسن الذاكرة؟
طبعا دائما يعني من الامور اختي امن اللي يتحسن دائما الذاكره هو الغذاء الصحي السليم، وايضا هناك بعض الممارسات الصحيه اللي ممكن من خلالها الشخص ان يعني يتبعها على اساس انه يتم عنده دائما في نشاط في الذاكره، من ضمنها طبعا القراءه. نعم، وطبعا اخوي عبد الله بنتناول أيضا نقدر نقول أن من طرق تحسين الذاكرة هو تناول كمية قليلة من السكر المضاف والحفاظ على الوزن الصحي، وكذلك الحصول على قسط كاف من النوم وممارسة الألعاب المحفزة للذاكرة. نعم، خلنا اختي امنه عيال ناخذ ضيفتنا لهذا اليوم الاستاذ سهير عليا اخصائي التغذيه العلاجيه بهيئه الصحه بدبي. صباح الخير استاذة سهير. صباح النور والسرور، كل عام وانتم بخير. وانتي بصحة وانتي بصحة وسعادة. استاذة سهير، طبعا نحن اليوم عطينا المقدمة حق المستمعين وقلنا نحن بنتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة والاستعداد للصيام، فإذا بنتحدث بداية عن استعداد أصحاب الأمراض المزمنة بشكل عام لاستقبال شهر رمضان المبارك من ناحية التغذية، فشو بيكون هذا الاستعداد؟ نعم، هلا نحن في عنا عدة أمراض مزمنة، يعني المفروض إنه هني يتناقشوا مع الطبيب يعني اللي بيراجعوا عنده سواء كان الصيام بنسبهم أو لا، ولكن أنا اليوم رح يعني أناقش معكم ثلاث أمراض مزمنة باختصار، اللي هي أمراض السكري، أمراض الشرايين والقلب، وأيضا أمراض الكلى. بالنسبة للناس اللي هني عندهم سكري، كيف السكري ممكن انه يأثر على يعني ساعات على الصيام؟ هلا طبعا احنا حتى الشخص العادي مستوى السكر في الدم بينخفض اثناء الصيام، مما يؤدي الى تقليل الانسولين اللي عم بيطلع من البنكرياس، وبيزيد عندنا هرمون اسمه جلوكاجون. الناس اللي عندهم سكري من النوع الاول البنكرياس ما بيكون عم بيشتغل صح، فما حيكون في عندنا الجلوكاجون عم بيزيد بالمستوى الصحي على اساس انه يعني ينقذ الدم من ارتفاع مفاجئ في السكر او هبوط مفاجئ. غير هيك في عنا يعني بعض الناس اللي عندهم سكري اللي هن مش مفروض ابدا انه يصوموا، اللي هن نعم اللي مثلا عندهم سكري من النوع الاول مش كنترول، وايضا الناس اللي عندهم سكري من النوع الثاني اللي هو بالمراحل المتقدمة، مؤثر على الكلى، مؤثر على النظر، مؤثر على الأعصاب. في عنا كمان الفيشنس اللي هني عندهم السكر في الدم عم بطلع أكثر من 300 أو عم بطلع أقل من 70. أقل من 70 يعني في عنا انهبط هبوط في السكر، وأكثر من 300 معناته في عنا زيادة في السكر. وأيضا في عنا الفيشنس اللي هني بيكونوا عندهم سكري من النوع الأول أو الثاني وبيعتمدوا على الإنسولين، وبياخذوا مثلا 3-4 جرعات خلال اليوم بيحتاجوا، فهذول المفروض انه كمان ما يصوموا. النساء الحوامل والمرضعات اللي عندهم سكري، الناس اللي عندهم سكري مع ارتفاع في ضغط الدم او مثلا قرحه بالمعده او مشكله بالكلى ايضا، والناس اللي كان عندهم دايبتيك كوما قبل رمضان، يعني بيكونوا بغيبوبه من السكري بسبب السكري قبل مثلا رمضان فتره قصيره، هذول ما المفروض يصوموا. وأيضا الأطفال اللي عندهم سكري. هلا أهم شيء إنه إحنا مريض السكري يشيك السكر في الدم 5 مرات في اليوم أثناء الصيام. أي وقت بشوف إنه هو السكر عنده أكثر من 300 أو أقل من 70 مفروض دغري إنه يعني يكسر صيامه. وأيضا المفروض إنه هذا بشكل عام لكل الأمراض المزمنة، المفروض إنه هن يحاولوا إنه يتجنبوا الجفاف. وايضا يعني بالنسبه للاكل المفروض كل اصحاب الامراض المزمنه ياكلوه هو الاكل العالي بالالياف، ويعني بياكلوا حتى كميات مش كبيره كثير. وناخذ كمان مثلا الكربوهيدرات اللي هم احنا بنسميها لو تو مودريت جلايسيميك اندكس، خصوصي على وجبه السحور زي مثلا الشوفان، الخبز البني اللي هو خبز النخالي، لأنه هذول بيساعدوا على أنه يطلعوا السكر على الدم بشكل بطيء وثابت، فبيحموا من الارتفاع المفاجئ في السكر أو الهبوط المفاجئ. وكمان كل أصحاب الأمراض المزمنة كثير ضروري أنه يخرب وجبة السحور. وكمان يعني إذا مثلا في واحد عنده مرض مزمن وبحب يسوي رياضة، يسوي رياضة بعد 2 ساعة من الإفطار مش قبل الإفطار، لأنه لو عنده سكر يسوي رياضة قبل الإفطار أو حتى لو عنده مشكلة بالكلى ممكن أنه يصير في عنده جفاف.
وكمان ضروري كثير انه نحن نشرب مي كثير منيح، كل ساعتين نشرب كاسين لثلاث كاسات مي اللي هي عباره عن 220 ل 250 ml. وايضا بدنا نبتعد عن السكريات والمشروبات اللي فيها سكر بنسبه عاليه. وايضا بدنا نبتعد عن الفطور اللي فيه دهن كثير، وناكل العديد من الخضروات. نعم استاذة سهير، استاذة سهير ذكرنا اكثر في هذه المحاور عن الاشخاص الذي طبعا لا يحبذ انهم يصومون، اذا بنقول ما هي الامراض المزمنة التي قد تستدعي الصيام ولكن بحذر، وكيف ممكن ان نحن نتعامل مع هذه الحالات؟ مثلا اذا عندك مريض سكري من النوع الاول بياخذ بس جرعتين مثلا اللي هو بيكون بسموه لونج اكتنج انسولين او انترميديت انسولين، هذا مثلا ممكن يصوم اذا مثلا كل شيء عند الكنترول. ولكن اذا هو مثلا عنده نوع سكري من النوع الاول ومش كنترول، يعني مش تحت السيطره، هذا ما المفروض انه يصوم، سبيشلي اذا مثلا عنده بينزل السكر اقل من 70. اذا لا سمح الله السكر نزل اقل من 70 ممكن المريض يفوت بكوما. خطر انه يصوم. هلا في عندنا بشوفي ما فينا نقول انه والله كل مرضى السكر ما المفروض يصوموا، لا، يعني كل واحد حسب حالته. حتى مرضى الكلى نفس الشيء، مثلا في عندك مرضى الكلى عموما بالمفروض انه ما يتعرضوا لدرجات حراره عاليه عشان ما يصير عندهم جفاف، لانه لما يصير في جفاف هذا الشيء بيأذي الكلى. وكمان المفروض انه يعني يتجنبوا اكل المأكولات المالحه، ويستخدموا حتى يعني اكواب لشرب المي، ما يشربوا من الاناني الكبيره عشان يعرفوا حالا قد ايه عم بيشربوا مي، لانه معظم مرضى الكلى خصوصا اللي ما بيعملوا غسيل بكون كميه المي المفروض تدخل جسمهم محدوده، لانه قدره الكلى على تصفيه هاي السوائل ضعيفه، فبالتالي نحن ما بدنا نرهق الكلى. وايضا الناس يعني اللي عندهم فشل بالكلى الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه والفشل الكلوي المزمن، هذول المفروض انه ما يصوموا. ومثلا اذا في حدا عنده كلى مرض كلى من الدرجه الاولى او الثانيه، هذول ممكن انه يصوموا مثلا، ولكن لازم انه يراجعوا مع الطبيب قبل رمضان يتاكدوا انه هل فعلا انا بناسبني انه اصوم او لا. نعم استاذة سهير، لو ايضا بنقول من جانب التغذيه، هل هناك اغذيه معينه تنصحين بتناولها لاصحاب الامراض المزمنه غير الاكثار طبعا مثل ما ذكرتي من الماء وذلك حتى ما يصيبهم الجفاف، ولكن هل هناك اطعمه تنصحي بتناولها؟ هلا نحن اهم شيء انه نركز كثير على السوائل برمضان، نبتعد عن السكريات سواء عن طريق المشروبات اللي فيها سكر بنسبه عاليه او الحلويات، لانه برمضان بيكون في كثير حلويات. مثلا اذا الواحد حابب انه ياكل حلويات ياكل لقمه صغيره معلقه صغيره، ما يحرم حاله ولكن ينتبه على الكمية، لأنه الواحد يعني برمضان يعني طبعا بحذر نتجمع مع العيلة وكذا، فيعني لما ناكل أشياء يعني فيها سكر يعني الواحد تفتح شهيته مع الجمعة، فالواحد يعني يأكل كمية بسيطة منه إنه ما يحرم حاله، وكمان إنه ما يعني ما يضر حاله لأنه عنده مثلا مرض معين. نعم استاذ يعني... أيضا استاذة سهير لضيق الوقت، إذا بنذكر فيما يتعلق بأوقات الإفطار والسحور، هل من نصائح غذائية معينة في هذا المجال أو نصائح تتعلق بوقت يعني أخذ الإفطار أو وقت السحور؟ هلا وقت الإفطار يستحسن دائما أنه إحنا نبلش الإفطار بمثلا يعني على السنة حبة أو ثلاث حبات تمر أو خمس حبات، بس مريض السكر المفروض أنه ما يتعدى ثلاث حبات، لأنه ثلاث حبات من التمر تعادل حصة فاكهة 15 جرام نشويات. وأيضا نشرب ماء أو نشرب مثلا لبن ونصلي المغرب، نرجع ناكل شيء بسيط، ركز على الخضروات على وجبة الفطور، يعني لما نحن نكسر صيامنا ركز على الخضروات كثير، لأنه فيها ألياف فيها معادن فيها فيتامينات، يعني تعمل زي انتعاش للجسم. ممكن إذا مثلا الواحد إذا مش قادر إنه يقاوم الوجبة الرئيسية يأخذ مثلا كمية بسيطة، وبعد التراويح ممكن اللي يرجع الواحد يأكل كمية مثلا يعني متوسطة حتى لا كثير ولا قليل. نرجع مثلا على السحور، نحاول إنه نأخر السحور، هو بشكل عام السحور أحسن إنه إحنا نأخره حتى للشخص العادي، واستشري إذا كان عنده مرض مزمن، وخصوصا أيضا إذا كان عنده سكري، لانه نحن بدنا نحاول انه نحافظ على مستويات السكر في الدم لاطول وقت ممكن، فنحن كل ما اخرنا وجبه السحور كل ما قدرنا انه نحافظ على مستوى الدم مثلا لوقت صلاه الظهر او مثلا اول صلاه العصر. نعم طبعا استاذه سهير علي اخصائي التغذيه العلاجيه بهيئه الصحه بدبي، شاكرين لك تواجدك اليوم معنا وهذه المعلومات القيمه.
اهلا وسهلا، رمضان كريم علينا وعليك. شكرا. بنكمل مستمعينا الأعزاء حديثنا عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، ويعني الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة، وبيكون موضوعنا أيضا تحت عنوان أصحاب الأمراض المزمنة والصيام، وبتكون ضيفتي الدكتورة عايشة سلطان العلمة، طبيب أخصائي ورئيس شعبة الأمراض غير المعدية بالإنابة بهيئة الصحة بدبي، ويعني كثير من المعلومات حول هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما مستمعينا الأعزاء، تواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. أختي آمنة، نكمل أو نواصل حديثنا عن استعداد أصحاب الأمراض المزمنة لاستقبال الشهر الكريم. نعم، وطبعا نواصل حديثنا مثل ما ذكرت أخوي عبدالله. بنستقبل اليوم معنا الدكتورة عاشة سلطان العلمة، طبيب أخصائي ورئيس شعبة الأمراض الغير معدية بالإنابة، بتكون معنا اليوم لتحدثنا عن هذا الموضوع. صباح الخير دكتورة عاشة. صباح النور آمنة، اهلا فيك دكتوره. دكتوره شوي لو تعلي صوتك لان الصوت واطي. ان شاء الله الحين صوت واضح. يعني نعم. اوضح. اوضح دكتوره. اوكي، نطلب المزيد. طبعا دكتورة عاشة، حبينا اليوم نعرف منك، بما أن شهر رمضان المبارك على الأبواب، حبينا ننصح أصحاب الأمراض المزمنة اللي حابين يصوموا شهر رمضان، ونقول لهم كيف ممكن يكون استعدادهم للشهر الفضيل. أول شيء نبارك للجميع قرب حلول شهر رمضان المبارك. من المهم جدا حق الأمراض مرضى أمراض المزمنة إنهم يكونون يعني مستعدين حق شهر رمضان الفضيل، إنه يكون شهر كامل، فإنهم يعني مثلاً لازم يعرفون إنهم متحكمين في مرضهم ولا لا. عندنا مثلاً أمثلة على أمراض المزمنة: مرضى ارتفاع ضغط الدم، مرضى السكري، مرضى الربو. يعني مثلاً مرضى ارتفاع ضغط الدم لازم يكونون عارفين هم مستويات ضغط الدم مالهم كنترول ولا لا، يعني على أساس يكونون مستعدين حق رمضان. إذا عندهم سكري، نسبة السكر مالهم في الدم تراكم، السكر التراكمي، متحكمين ولله. إلا عندهم ربو، متحكمين في أعراض الربو، مثلا ما يكون عندهم ضيق في تنفس، الكحة المزمنة، استيقاظ متكرر عشان ضيق تنفس في الليل، كل هذا لازم يكونون يعني ملمين فيه، وعلى أساس يكونون متحكمين فيه قبل ما يدخلون شهر رمضان المبارك. بالإضافة إلى أنهم يكونون عارفين إن يعني كل مريض مزمن لازم يكون عنده فحوصات دورية. من المهم أنهم يكونون ملتزمين بالجدول الفحوصات الدورية، وإن النتائج تكون جيدة أو مقبولة قبل يعني شهر رمضان المبارك. عندنا كل مريض من أمراض مزمنة عنده أدوية لازم يلتزم فيها، من المهم إنه يعني يتناول هالأدوية ويكون ملتزم بها خلال شهر رمضان عشان يكون صيامه آمن إن شاء الله، ويكمل شهر رمضان كامل يصومها. عندنا أيضا نمط حياة صحي، من المهم إنه يتبع نمط حياة صحي، يعني يكون أكله صحي، يكون نشط حركيا. وايد من الناس يعني يسهرون بالليل، من المهم ان يعرفون ان خلال شهر رمضان عشان يعني يصومون صوم آمن يكون عندهم قسط كافي من الراحة وينامون نوم كافي. عندنا بعد شهر رمضان هالسنة بيكون من 14 إلى 15 ساعة صيام، من المهم ان خلال الليل يتناولون كمية كافية من الماء عشان خلال النهار ما يشتوينا جفاف. نقلل شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة، وإذا نشربها نخليها مثلا على الإفطار، ما نخليها على السحور. عندنا بعد الناس اللي عنده أمراض مزمنة، مو بس يعني مثلا مريض ضغط عنده ضغط، عنده مشاكل ثانية ممكن يكونون بعد مدخنين، فمن المهم المدخنين هم بيوقفون عن التدخين خلال ساعات النهار، إن ما يعني ما يكثرون التدخين خلال ساعات الليل. وبعد يعني هاي فرصة لهم استعداد إن يكونون إن شاء الله بعد رمضان من المقلعين. هاي بشكل عام كيف يعني نستعد حق شهر رمضان.
نعم، وطبعا دكتورة عاشة، هناك فئة من المرضى مثل ما ذكرتي يتوجب عليهم استشارة الطبيب قبل الصيام. إذا بنوضح أكثر منهم الفئات، يعني من الأمراض المزمنة الأكثر حاجة أنهم يستشيرون الطبيب قبل الصيام. يعني من المنصوح أن كل الأمراض المزمنة أصلا هم بيكونون عندهم زيارات قبل رمضان، ينصح من 6 إلى 8 أسابيع قبل شهر رمضان أن المريض يتناقش مع طبيبه كيف يكون صيامه آمن خلال شهر رمضان. فمثل ما ذكرنا أن يعني من الأشياء المهمة أنه لازم يعرف أنه هو متحكم ولا لا، يكون شو الأشياء اللي تبعها يكون عشان صيامه آمن، يلتزم بأدويته. مثلا مرضى السكري لازم يفحصون السكر خلال ساعات النهار، يشرب الماء الكافي، يعني كل هالأشياء لازم يتناقش مع طبيبه ويتبعها خلال شهر رمضان المبارك عشان يكون صيام سهل وآمن إن شاء الله. نعم دكتورة عائشة، أنت ذكرتي الحقيقة يعني معلومات مفيدة وجانب كثير مهم، اللي هو يعني خلنا نأخذ على سبيل المثال دكتورة عائشة الشخص اللي مصاب بداء السكري، يعني إذا كان ما عنده مضاعفات داء السكري يعني أموره طيبة وممكن يعني يستشير الطبيب ويصوم، ولكن إحنا دائما يعني نركز في البرنامج هذا الاستعداد لرمضان، لأن مرات يكون دكتور عائشة بعض الناس مصابين بالمرض السكري وبسبب يعني ما يكون عنده مضاعفات، قد يعني المضاعفات تكون هاي للقلب، الأوردة، الشرايين، الكلى، الأمور أخرى ممكن فيها، فما ياخذ يعني بعين الاعتبار زياراته الثانيه للتخصصات الثانيه. مثلا على سبيل المثال مصاب بداء السكري وعنده مشاكل في الكلى، فتلقينا يهمل مواعيده وجانب الكلى والاخذ بالاعتبار الامور الثانيه اللي بتتعلق بالكلى، ونفس الشيء للقلب اذا كان عنده بعض المضاعفات بالنسبه للاورده والشرايين. فنحن دائما دكتوره نبقى يعني نصيحتك في هذا الجانب بان الشخص اللي مصاب بداء السكري على سبيل المثال لازم مثل ما هو يعطي اهتمام لطبيب السكري، لابد ايضا انه يعطي اهتمام لطبيب القلب، لطبيب الاورده والشرايين، لطبيب الدم، لطبيب الكلى، على اساس انه في النهايه اذا يعني بيصوم او ما بيصوم معناته انه يكون شخص يعني صحي وسليم وما عنده مضاعفات داء السكري. نقطة مهمة جدا مثل ما ذكرت، المرضى يعني معظم المرضى السكري الحمد لله يقدرون يصومون صيام آمن، بس المرضى اللي عندهم مضاعفات من المهم يعني لما يراجع طبيبه يتأكد انه هو مثلا اذا كان عنده بعد من مضاعفات السكري امراض القلب انه يقدر يصوم صيام آمن. واذا كان عنده مرض القلب وما عنده اعراض وما في شيء جديد استجد عليه، ان شاء الله يقدر يكمل مع الادوية اللي ياخذها خلال الليل، أدوية السكري، أدوية الضغط، أدوية القلب، أدوية الدهون، ويلتزم بالنمط حياة صحي يقدر يكمل صيامه. بس مثلا إذا كان مو متحكم في مرض القلب عنده أو عنده شيء جديد استوالف، ففي هالحالة لا ينصح أنه مثلا ما يصوم، لأنه لين ما يكون هالأشياء يقدر يتحكم فيهم. قلنا أنه مهم أنه يكون مثلا الفحوصات الدورية أجرت له وتكون النتائج مقبولة. إذا كان عنده وظائف الكلى يعني سيئة ومو متحكم فيها، ففي هالحالة يمكن يعني ينصح إنه ما يصوم. بس إذا مثلاً الوظائف الكلى ممتازة أو متوسطة، في هالحالة ممكن يصوم، بس مثل ما قلنا لازم يشيك يعني يتابع السكر، يتابع إذا استوت أي أعراض، مثلاً بنتكلم عن أعراض هبوط أشياء ثانية اللي ممكن يستوي خلال شهر رمضان، وإنه مثلاً يفطر ما يكمل رمضان وبعدين يعيدها في فترات لاحقة إن شاء الله. نعم جميل دكتورة عيل، خلنا نتكلم معك لأن الموضوع هذا أيضا مهم، يعني في حالة إذا قرر الشخص أن يصوم شو الأشياء اللي هو يتوقعها خلال ساعات الصيام وكيف ممكن أنه يتعامل مع هاي المضاعفات بشكل يعني صحيح. يعني قلنا قبل شوية أنه لازم الشخص اللي يصوم يلتزم بالأدوية خلال ساعات الليل، يكون أكل صحي، يشرب ماء كفاية. مثلا المرضى السكري لازم يتابعون سكرهم خلال فترات النهار، إن ما يكون عندهم هبوط أو ارتفاع في السكر. مثلا إذا مريض سكري عنده السكر أقل من 70 أو أكثر من 300 في أي وقت خلال ساعات النهار، هذا يعني مفروض إن ما يكمل الصيام، يفطر. إذا مثلا سوى السكر وشاف السكر ماله 70 إلى 90 ميلي جرام
لكل ديسيلتر. هذا بعد يعني لازم يتابع سكره خلال ساعة ويشوف إن سكره ما قاعد ينزل. إذا مثلا عندي شو أعراض الهبوط، ما هي أعراض الهبوط؟ مثلا عندي جوع شديد، عندي عرق تعرق، عندي دقات قلب سريعة، عندي دوخة. في هالحالة يعني هاي أعراض تشير إن عندي هبوط، المفروض يشيك السكر مالي. إذا هو أقل من 70 المفروض ما يكمل صيامه ويفطر. إذا مثلا عندي أعراض السكر المرتفع، ما هي أعراض السكر المرتفع؟ إذا مثلا عطش شديد، كثرة التبول، إعياء، هالأعراض تدل إن السكر مو بكنترول، مو متحكم فيه، مفروض يشيك السكر. ومثل ما أسفنا إذا عندي 300 أو أعلى لازم ما يكمل صيامه. إذا عندي أي شيء حاد مثلا استفراغ، إسهال، هالأشياء بعد ينصح إنه ما يكمل الصيام وبالعكس يفطر، وبعدين إن شاء الله في المستقبل يقدر يعيد الصيام. عندنا إضافة لذلك كان بالنسبة للسكري، عندنا مرض الربو، مفروض عندهم ربو نفس الشيء يكونوا متأكدين من التحكم في المرض الربو، ويأخذون الأدوية. عادة هم يأخذون بخاخات، يأخذون بخاخ مع الإفطار ومع السحور، وأن يكونون متحكمين في أعراضهم. فرضا استوالهم أي التهاب أو عدم التحكم، أيضا هذه المنصوح لهم أنهم يفطرون، لأنهم في هالحالة يحتاجون إلى أخذ الأدوية باستمرار وشرب السوائل عشان ما يستوي لهم جفاف، بالإضافة إلى أدوية الكحة، أدوية مثلا ممكن يحتاجون مضادات، فأيضا ينصح أنهم ما يكملون. مرض الضغط مهم، يعني مثلا مرض الضغط أكثر شيء يتناولون أدوية مرة واحدة، بس في منهم مثلا مرتين بعد يوزعونها، إذا مرة واحدة على الإفطار، إذا مرتين إفطار وسحور، وبعد يتأكدون أن نسبة الضغط الدم يكون متحكم فيه. إذا عندهم مثلا دوخة، عندهم صداع مستمر، يتأكدون أن الضغط ما يكون لا منهبط ولا يكون مرتفع، عشان يكون صيامهم إن شاء الله صيام آمن. نعم، طبعا دكتورة عاشة، لو كان هناك نصيحة أخيرة حابة تقدمينها للمستمعين فيما يخص الأمراض المزمنة والصيام، شو بتكون هذه النصيحة اللي تقدمينها لهم؟ يعني أؤكد على كل مرضى الأمراض المزمنة إنهم يتأكدون زيارتهم للطبيب 6 إلى 8 أسابيع قبل بدء شهر رمضان المبارك، وإنهم يتأكدون إن المرض متحكم فيه، إنهم يلتزمون بنصائح اللي يقدمها لهم الدكتور. الأدوية مثلا بالنسبة لأدوية السكري، إذا كان عندهم مرة واحدة يتناولونها مع الإفطار، إذا كان مثلا أكثر من مرة مع الإفطار والسحور، يعني جرعات مثلا إذا اللي يتناولون مثلا عندهم السكر على الإنسولين، إنسولين طويل المفعول ينصح أن نخفض الجرعة. الإنسولين مع اللي كان يأخذونها مع الفطور يأخذونها مع الإفطار، اللي يأخذونها مع السحور ينصح بعد بخفض الجرعة عشان ما يسوي لهم هبوط خلال شهر رمضان المبارك. مثل ما قلنا المهم لمريض السكري إنه يتابع سكره خلال الصوم، إنه يتابع أكثر مرة مثلا الصبح على الظهر قبل الإفطار، إنه ما يكون عنده هبوط. وقلنا إذا مثلا أقل من 70 أو أكثر من 300 إنه ما يكمل صيامه ويفطر، وإن شاء الله يعيدها لاحقا. نعم دكتورة عايشة، شكرا جزيلا لك على هاي المعلومات القيمة، و يعني شكرا لك ولفريق عملك المبدع الحقيقة، والبرامج التوعوية اللي دائما من خلالها يعني تثقيف أفراد المجتمع عن يعني النمط الصحي السليم. دكتورة عايشة سلطان العلماء، طبيبة أخصائي ورئيس شعبة الأمراض غير المعدية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم. نعم. طبعا أخوي عبد الله، مثل ما ذكرنا اليوم أن كانت حلقتنا عن الأمراض المزمنة والصيام، ذكرت لنا الدكتورة معلومات جدا قيمة حول تنظيم عملية الأدوية لمرضى السكري، وكذلك أوقات اللي يتناولون فيها هذه الأدوية، وكذلك التركيز على أنهم يكشفون دائما على معدل طبعا السكر عندهم، هل هو مرتفع أم لا أثناء الصيام، مثل ما قالت يمكن 3 مرات يمكنهم
أيضا الكشف عن هذه الأرقام المهمة جدا لصحتهم. وإذا كانت الأرقام طبعا مرتفعة أكثر من 300 يمكنهم طبعا أنهم يفطرون، لأن هذا ممكن يأثر على صحتهم ويأثر على أيضا صيامهم. نعم، وطبعا اختئامنا يعني هيئة الصحة بدبي هناك الكثير يعني من الخدمات أو يعني التطبيقات الذكية اللي متوفرة الحقيقة في هيئة الصحة بدبي، وبإمكان دائما المرضى أو المتعاملين التواصل مع الفريق الطبي المعالج يعني خلال 24 ساعة، وبإمكانهم دائما أنهم يعني يتواصلون مع الفريق الطبي المعالج وأيضا يأخذون النصيحة يعني اللي تهمهم خلال ساعات الصيام يعني في شهر رمضان المبارك. نعم طبعا أخوي عبد الله، نحن كدورنا في برنامج صحة وسعادة ننقل خدمات هيئة الصحة في دبي للمستمعين. نقدر نقول أخوي عبد الله مهمة، يعني معلومة جدا مهمة للمستمعين، أن عليهم أخذ موعد مسبق لعيادات ومراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، وكذلك للي حابين أنهم يعملون فحص كوفيد-19 أيضا يجب عليهم أخذ موعد عن طريق التطبيق أو عن طريق 800-342، لأن الكثير من أفراد المجتمع لا زالوا يجهلون أن عليهم أخذ موعد مسبق ل إجراء سواء فحص كوفيد-19 أو للمراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي. وطبعا الطريقة جدا سهلة، سواء على التطبيق DHA أو على طريق الهاتف 800-342. نعم طبعا دائما اختيام مثل ما ذكرتي يعني أخذ موعد مسبق، طبعا هذا من خلاله بيسهل عملية يعني تقديم الخدمة للمتعاملين في الوقت المناسب. قبل لا نختم اختيامنا أيضا نحب أن نتكلم وياك وندردش على يعني موضوع التبرع بالدم، ونركز أيضا على أهمية التبرع بالدم، علما بأن هناك طبعا مبادرة بين هيئة الصحة بدبي ودبي القابضة خلال الأشهر القادمة على يعني التبرع بالدم في أماكن مختلفة في إمارة دبي. طبعا أخوي عبد الله مثل ما قلنا عنوان هذه الحملة هي أفضل هدية هي إنقاذ حياة، وهي حملة واسعة تقوم بها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع دبي القابضة. وطبعا هناك جولات مختلفة في أماكن مختلفة في مدينة دبي، وبهدف تعزيز مخزون بنك الدم من فصائل الدم المطلوبة لمحتاجيها من المرضى. وطبعا نحن بدورنا في برنامج صحة وسعادة نشجع أفراد المجتمع أنهم يتبرعون بالدم، ومثل ما بدينا طبعا أخوي عبد الله في سيتي ووك، والحين الحافلة أيضا متواجدة كانت في لبير. نعم. ونحن ننصح كل أفراد المجتمع أنهم يتبرعون بالدم لإنقاذ الحياة. نعم المشكلة أن في بعض الناس يعتقدون أن يعني إذا أنا تبرعت بالدم معنات أن دمي بينقص وأنا بروحي محتاج الدم هذا أو لأمور أخرى. فنحن دائما نقول مستمعينا الأعزاء بأن لابد أن أنت يعني يوم بتتبرع بالدم لابد أن تحط في بالك بأن أنت تقوم بعمل إنساني نبيل، وأنت تساعد على إنقاذ حياة إنسان مصاب ويحتاج إلى قطرات الدم اللي أنت تتبرع عشانه. ودائما نحن نقول هناك فوائد كثيرة أنت بتستفيد منها بعد ما تتبرع بالدم. طبعا نقول دائما بيكون هناك في يعني تزايد في نشاط النخاع، كأنك أنت يوم تتبرع بالدم تعطي نشاط وحيوية لمصنع الدم اللي هو النخاع العظم لإنتاج خلايا دم إضافية، وبيكون هناك دائما عندك نشاط وحيوية في الدورة الدموية. نعم وطبعا أخوي عبد الله الحملة هاي جدا واسعة، انطلقت طبعا في شهر أبريل هذا العام وبتستمر لمدة 3 أشهر، يعني تتوقعون أنكم تشوفون حافلة التبرع بالدم في 16 موقع في دبي. وطبعا هي حافلة متطورة مخصصة لجمع تبرعات وحدات الدم اللي قدمتها دبي القابضة لمركز دبي للتبرع بالدم. نعم. وطبعا نحن ننصحهم وين ما شافوا باص التبرع بالدم انهم يتوجهون للتبرع بالدم في هذه الحملة الكبيرة والواسعة. نعم
مستمعينا الأعزاء، قبل أن نختم أحب نذكركم بأن يعني سواء الأستاذة وخبيرة التغذية الأستاذة سهير، وأيضا يعني خلال حديثنا مع الدكتورة عائشة سلطان العلماء، ركزوا تركيز كبير جدا لأي شخص مصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة، الرجاء التواصل مع الفريق الطبي المعالج من اليوم ويتأكد أنه مستعد لصيام شهر رمضان المبارك، على أساس أن نرجع ونقول يصوم صيام آمن وصحي وسليم. نتمنى لكم مستمعينا الأعزاء جميعا الصحة والسعادة، ومع هاي المعلومات وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، ونذكر أن هذا دائما هو نهج هيئة الصحة بدبي، إيجاد مجتمع صحي وسعيد. أتمنى التوفيق لكم جميعا، وأيضا أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، كان في الإعداد فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ودائما مخرجنا المبدع الأستاذ نمر محمد، وأيضا كل الشكر والتقدير للأخت آمنة العلي اللي تشتغل 24 ساعة لتجهيز وتنسيق الحلقات، حلقات برنامج صحة وسعادة. شكرا لك أخوي عبد الله. شكرا لكم جزيلا، وتقبلوا تحياتي، عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.